للحديث أكثر إذن عن انتخابات مجالس المحافظات وعودة التيار الصدري إلى المشاركة السياسية، معنا هاتفيا من لندن دكتور الكاتب والباحث السياسي دكتور محمد جواد فارس. مرحبا بكم دكتور محمد. إذن هناك خلافات تطفو على سطح وسط الإطار التنسيقي على انتخابات مجالس المحافظات، في البلد هل ترى أن الموعد المحدد للانتخابات سيكون نهائيا؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وكل التحية لأبطال مقاومة جنين. والمجد والخلود لشهداء مقاومة مدينة جنين البطلة الفلسطينية، والتي تضم رفات شهداء الجيش العراقي في حرب 48. وأبدأ بسؤالك أن الخلافات وسط الإطار التنسيقي لا زالت قائمة، ولا تجدي حتى الوساطات القائمة لحلها نفعا، وذلك لأن طرفي هذا الصراع المالكي والخزعلي هما لم يجدوا أي طريق لقبول الوساطة، ولا يمكن أن يكون هناك وسيط نزيه بينهم، لأنهم هم ليسوا نزعاء في كل مطالبهم الحالية الآن. وأعتقد أن هناك الانتخابات التي جرت في يوم الخميس في 16 آذار 2023 علما بأن البرلمان صوت على القانون، هذا القانون غير مرغوب فيه من قبل جماهير الشعب، وهو يدعو إلى الرجوع إلى قانون سانت ليغو، وهو الذي لا يخدم إلا مصالح هؤلاء المتواجدين الآن في الإطار التنسيقي. نعم دكتور محمد، هناك بيان من ثوار تشرين و القوى السياسية الوطنية المعارضة دعا هذا البيان إلى رفض المشاركة في الانتخابات، كيف ترى هذا الموقف من الثوار في المعارضة الوطنية؟ في المقابل هناك أيضا البعض يدعو إلى المشاركة في هذه الانتخابات كشكل من أشكال النضال السياسي. ثوار تشرين هم بالأساس كان مطلبهم حل مجالس المحافظات، لأن هذه المجالس لم تقدم أي شيء للشعب سوى أنهم جزء من المحافظة الطائفية وقرارات أحزابهم، وفعلا تم حل هذه اللجان وهم يكلفون الدولة بمرتبات مجزية ضمن المحافظة. وهناك قرار صدر من ثوار تشرين في بيان يدعون فيه إلى مقاطعة هذه الانتخابات، لأنه هذه الانتخابات لم تأتي بأي نفع لمصلحة الشعب والوطن، وإنما لمصلحة من هم في السلطة حاليا. لكن هناك رأي يقول أنه قد يكون هناك ممثلين لثوار تشرين في المجالس أن يسمعوا صوتهم من داخل هذه المجالس. أعتقد أن هذا الرأي غير سديد وغير موفق، لأنه ممكن أن يكون هناك عمليا إجراء أي اتفاقات لاحقة من أجل الحصول على مراكز معينة. أيضا ما في هذا السياق كشف قيادي في تيار الصدري عن عدم ممانعة الصدر من اشتراك تياره في انتخابات مجالس المحافظات، هل تعتقد أن هذا سيكون بابا لعودته إلى المشهد السياسي، وهل سينجح الصدر في تفجير المشهد السياسي؟ واضح من التظاهر المسماة مليونية للتيار الصدري في بغداد ومدن الجنوب حول حرق القرآن من قبل معتوهن في السويد، هو دليل على أن التيار الصدري استبدل قراره بعدم التدخل في السياسة. الآن بدأ يهيئ الأجواء من أجل أن يدخل إلى
محفل السياسة، وخاصة على أساس أن هناك انتخابات ممكن أن تجري هذه الانتخابات في يوم 18 من ديسمبر كانون الأول، وهم جادين في هذا الاتجاه حسب ما صرح الزاملي وكذلك فتاح الشيخ، أن هناك رأي لدى السيد مقتدى الصدر للمشاركة، ولكن الصدر لحد الآن لم يعلن موافقته على هذه القضية باتجاه أنه يزج من تياره الممثلين داخل مجالس المحافظة. وعلى ما أعتقد أنه إذا بقى هذا القانون لم يحصلوا على أي شيء من هذا القبيل في مجال الانتخابات، لأنهم هم الذين وقفوا ضد قانون سانتياغو الذي يدعو إلى وجود دائرة انتخابية واحدة بدلا من عدة دوائر التي جرت الانتخابات على أثرها، وحصل الصدريون على 73 مقعد برلماني مما حدا بالصدر في ذلك اليوم الذي جرت فيه الجلسة الأولى، أنه سحب هذا الممثلين من داخل البرلمان وأنهى علاقته، مما أتوا بممثلين آخرين حصلوا على أصوات أقل من السيارات الأخرى التي هي ضمن الإطار التنسيقي. إذن من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لك.